اليوم راح أخذكم جولة جديدة من جولات الفيحاء في أمريكا. هذا اليوم راح نزور السفارة العراقية لحضور احتفالية أقامتها السفارة العراقية بمناسبة أعياد نوروز. أكيد سعيدين أن نشارك جاليتنا الحبيبة بمناسبة أعياد نوروز، وأيضا نحب نقول لكل شعبنا العراقي وأيضا كردستان العراق الحبيبة والأكراد كل عام وهم بخير، وإن شاء الله تبقى الفيحاء حلقة توصل بينكم وبين أهلكم بالداخل. أكيد سعيدين هذا اليوم أنه نلتقي ويا الجالية العراقية وأيضا نشاركهم بهذه الاحتفالية الكبيرة. هذا اليوم متوجهين للسفارة العراقية حتى نحضر هذه الاحتفالية. خليكم ويانا، الفيحاء في أمريكا. كل عام وانت بخير بعياد نوروز، وأكيد سعيدين هذا اليوم نلتقي بيك في هاي الاحتفالية الكبيرة هنا في واشنطن دي سي بعيد نوروز. والله زور سباس امام رو خوش حالين كبابوني ججني نوروز كسالي نوي قلي كردو قلاني ترو يكم روجي بهارة بيكا ولقل بالوز خاني عراق نوين رايدي حكومتي هرمي كردوسان وبالوز خاني عراق لواشنطن دي سي. ام بونا ريكا خين بابوني هاتني نوروزو سالي نوي قلا كمان. هذا اليوم أشاهد عدد كبير من جميع الطوائف حضروا هنا حتى يحتفلوا ويشاركون أهلنا وناسنا بكردستاننا العزيزة بأعياد نوروز. بلي أم حمو خلقي كأيبيني أستا بيكاتون لدبلومات لبازرغان لرواندي كردي وإراقي ودبلومات في ولاتي جاجا هاتون بشتار بن لم أهنجل قلمانو ببوني نوروزي بيروزوا. فرسباس دكتور جابر، هذا اليوم تحتفل السفارة العراقية بعيد نوروز، أكيد شاهدنا عدد كبير من أبناء الجالية العراقية اللي حضروا هنا إلى مبنى السفارة العراقية للاحتفال مع أبناء شعبنا الكردي بعيادهم. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة هي ربما لأول مرة تقيم السفارة العراقية احتفالات نوروز، وقبلها كانت أيضا اشتركت بحلبشة، ونعتقد هذا جزء من مشاركة أبناء شعبنا سواء بقضاياهم أو سواء أيضا بأعيادهم. نعتقد أن النوروز مهم مثل ما هو لشعبنا الكردي أيضا لشعوب كثيرة في المنطقة، بداية الربيع عام سلام إن شاء الله. وفي نفس الوقت نعتقد بأن هذه الاحتفالات يجب أن تعزز روح الوحدة الوطنية والتضامن والشعور بالانتماء إلى وطن متعدد الثقافات، لكن هذا التعدد الثقافات هي علامة غنى ومؤشر غنى في هذا البلد، وبالتالي يجب أن تكون أعيادنا احتفالاتنا احترام ثقافات الآخر. هذا جزء من أدبيات العراق الجديدة الذي نسعى إلى ترسيخها. أيضا هذا جزء أيضا من الوفاء لشعبنا الكردي لما قدم به من تضحيات طويلة عبر تاريخه، و أيضا نعتقد أن هذه أيضا حافز للوحدة الوطنية عندما نشترك جميعا في هذه الاحتفالات. هذا اليوم نلتقي بكم في هذه الاحتفالية الكبيرة اللي أقامتها السفارة العراقية هنا في واشنطن دي سي. هذا اليوم شاهدنا عدد كبير من أبناء الجالية العراقية اللي حضروا هنا للاحتفال بعيد نوروز، وأكيد نحب نقول لشعبنا والأهلنا وناسنا داخل العراق كل عام وهم بخير، وشعبنا الكردي بألف خير. أكيد سعيدين تتواصلون ويا حكومتنا وسفارتنا العراقية اللي موجودة هنا في أمريكا في هذا الاحتفال. بباوري من اما رودا ويشي جرينجا بلا برشاو قرتني اويكا كردكان العراقي بيشو دا العراقي دوراني بحثو صدام حسين دا نرول ايشي اوتوان ابو بلقو بروسي انفال وشيميا باران كردن لدجي اوان براي ودشو وداهاتي عراق وداهاتي كردستان دكرا بچكو چولو وكو زبرو زنگ لدجي قلي كرد لعراق دا بكار دهات. بلام او رودا بينين لسالي 2000
دوازده دا پاش پروسی آزادسازی عراق و پاش روخانی صدام حسین لسالی 2003 دا به هاوکاری هاو پیمانکان سفارت عراقی بالویزخانه عراقی فدرال لواشنگتون جشنی نتوایی کردکان پیروز دکات نوروز که همای برخودان و برنگاری و تکوشانی نتوایی با کردکان گرینگی چی اجگار زوری هیا لإيران دا أم نوروز زور بچروبري دكريتا وبلام نوروز لا عراق لسوريا لتركيا سنوري نيوان عربو تركا كان أما دسكوتي چي گوري بباوري من بو عراقيا كان من پيروز بايان پيدالهم وبآوات يويكا عراقي نوي عراقي برايتيو پيكوجيان بيت و پیروز بایی به بالویزخانه عراقی فدرال واشنگتن و به نوینراتی حکومت یرمی کردستانیش دالم که به هاو هنگاوی و به هاو کاری یکتر جشنی نوروزی امران پیروز کرد و اوصالیان پیروز کرد و کوتم اما دسکوتی چی گرینگا و آماجه چی گوره بو اوی که عراقی کان همویان پیکا و چه کلدانی چه ترکمن چه عرب چه سنت چه شیعه و چه کردکان دتوانن لاودان کرنوی عراق و برو پیشو برنی عراق دا دوره چی زور پوزیتیو بجرن سپاس بو یوش اكيد ان احنا سعيدين وياكم انه تحتفلون هذا اليوم في مبنى السفاره العراقيه واكيد العراقيين كلهم هذا اليوم يحتفلون بهذه الاعياد اللي اكيد عزيزه على كل العراقيين من الشمال الى الجنوب والف تحيه لشعبنا الكردي شكرا جزيلا سباس بوي وشو هرس خليكم ويانا مشاهدينا في جولتنا هذا اليوم الفيحاء في امريكا حتى ننتقل الى احتفاليه الجاليه العراقيه هنا في الولايات المتحده الامريكيه باعياد نوروز خليكم ويانا بجولتنا هذا اليوم